بنربط له شو بعض بجد. روح ما قاعد تسبح لازم ارديها له. لازم ارديها له. ايه ارديها له؟ ارديها له. مشوار طويل اسمه الحياة، هتلاقي فيه احزان ايام فرح وفي باقي ايام فرح ايام دموع. لازم تكمل صعب الرجوع. ايام فرح ايام دموع. لازم تكمل صعب الرجوع. مشوار طويل اسمه الحياة، اسمه الحياة. احساسك من غير عمل عايش حياة، من برا شاب لكن عجوز، ليه الحياة مديها بوس. من برا شاب لكن عجوز، ليه الحياة مديها بوس. بس بقى درامز وليه جيتار في موضوع روك يعني. الله اسم البند ايه؟ على ورق بس بتاع اسكندرية، عشان في بند تاني في ساقية حاجة فيها ورق. واحنا لا والله ايه احنا اتحملنا خلاص. في غنية بتشبه بس لا بس انا شغلك كده عملتها نواصفك اول ما تعرفت على نواصفي، اول ما حكيت شو كانت بس كمان كل شغله كنت انا ووحدة رفيقتي يعني بنغني مثل كانوا ماريا هيك بيطلع عم نجاوب بعض، عرفت يعني كلمه بكلمه كلمه بكلمه وهارموني بنفوت مع بعض. بس اغني لك الانجيل لو جيت لمصر نعمل حفله هي هيك يا ريت ان شاء الله لازم تبقى هيك دايما نشوفك احسن حال وتغير لي هالاحوال يلا اتمنى اقول يا ريت يا ريت يا ريت تبقى هيك دايما شوفك احسن حال غير لي هالاحوال يلا اتمنى اقول يا ريت يا ريت. لما عيونك يا مهضوم تضحك بتشل لي الهموم، بس لما يصير وشك مسموم يا ريت. جاهزة؟ جاهزة. اصعب نوع ميوزك هي بتحب الجاز. شو بعد؟ نسيف ما تنسي صوت الاغنيه اللي ماما كاتباها بسمعها ده هادي كده مامتك حلو ان هي فيها الموهبه دي. طب اكمل غني لي اغاني حتى ما لا يقعد صلي تحت انا بستمتع بالحياة. شوف حطها زيت قلي طلع في زيت قلي بتحط زيت قلي تمام. دول اسمها صهيون جنة اه دي لك اقدمها لك. بس دي روك فيها صهيون فيها غنى كده اه استحمينا خلاص بس هاخد شاور. انتي لابساها غلط كيف تقول ايه؟ ننزل ليش خلاص؟ واو شكلك واو. قلت لا قلت له لا لا مهدي قلت له شو شريان طالع هيك حلو بتجد من طالع بس ما بعرف ايه
خلاص شو الألم شو الصمود برق الأمان وسط البحر بحر الدماء بحر اليهود سيبها غني فيها جو اللي هو خلاص يا فهد ميرسي لك روك هيفي روك يعني طب انا عايز اعرف كلامها ايه لان اسم الاغنيه شد مني قاطد الورود يا بس محفور الوش جوه القلوب نقش الالم نقش الصمود غرق الامان وسط البحور بحر الدماء بحر اليهود صهيوني قاتل الوراء سيقتل الويد بحر السياسه اطفال نساء هم الضحيه والناس مش همها القضيه مسحوا النقوش من على الحجر عمر اليهود ما هتنتظر نقش الالم ما بيتنسي وانا قلبي اقوى من الحجر كده الله هي قوية فيها راب دي اغنية متخيلة احنا بنعمل بقى غني روك بنحط فيها راب عربي كله عربي بس والله العظيم كنا نعمل حفلة في اسكندرية مش عبالي اسمعكم كتير في جسوس بس عندنا مكان هيعجبك قوي هتغني معانا اصلا انا عارف دماغك في لا مش هيك انا حابة الستايل تبعها كتير ورانيا برضو دماغها بندات حياتي كلها عندنا الساقية الساقية دي مكان كل الكونسرتس فيه كلهم باندات لسه جديده وكلهم صحاب وكله بيعمل الاغاني هم اللي بيالفوها يلحنوها انا على جيتاريست ليد فانا انا حياتي في المكان ده يعني فاهم عارف على جيتاريست اسمه مصطفى عالمي مصطفى ايه مصطفى ضيف مدريا اللي خلص ينزل وامير الباند بتاعنا درامر عبد الرازق والله باند كلهم من اسكندريه كلهم من اسكندريه كلها اصحاب قبل الميوزك ان شاء الله نظبط لما نرجع ان شاء الله خلاص ونرجع مصر نظبط حاجه بس ما قلتليش لو غنيت بس يعني انا بالنسبه لي الساقيه مش بدايه لما الشباب ولما يعني الناس اللي هي بتستمتع بالموسيقى لما يعني هتلاقي مش اي حد بيدخل الساقيه يسمع كلهم سميعة قوي عندنا برضو كلهم ليهم دماغ في جو سويت انا ليا اصحاب اسكندرانيين المكان ده هترتاحي فيه ان شاء الله لازم ان شاء الله وتنزلي معانا طيب بابا اكيد بابا اكيد رايح اسكندريه اكيد بابا لازم في الاجازه بتاعته في مصر يروح اسكندريه عندي واحد صاحبي عامل لي جروب عندي على الفيسبوك ده ساكن في فين محطة الرمل تقريبا وعندي ناس في سموحة وعندي ناس في جرين بلازا اصحاب بسم اسكندرية ناجي ان شاء الله انا على طول يعني اقول لك ساعات بروح اتغدى واجي اتعشى واجي انا بالنسبة لي مش سفر يعني متعة البحر على البحر هتجنن واشوف البحر بس بعد ما تشيك البحر واقف على ستانلي بس بتيجي جنب ستانلي واقف في كوستا بحر